الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته: لن تخلو الأرض من الحجة. خطوة أولى: الصوفية أولى من الشيعة بالولاية، ولا تخلو من الحجة، والإمامة إن تمت. خطوة ثانية: الكبرى لا تستلزم ولا تثبت الصغرى، الفترة تبطل الحجة والغيبة. خطوة ثالثة: لن تخلو، لا تبرر هروبا وغيبا، وإلا ساخت، تدليس قبوري. خطوة رابعة: القرآن يكشف كذب وتدليس لن تخلو من الحجة. خطوة خامسة: موثقة الأربعمائة تؤكد انقطاع الرسل وتكذب لن تخلو. خطوة سادسة: تقية 9/10 والغيبة تنقض الأمانة والغرض والبشير النذير الداعي إلى الله. البث المباشر يوم الثلاثاء الساعة 8 مساءً.